بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the General Secondary Certificate, welcome back to your program مدرسة على الهواء Chemistry Sessions. إن شاء الله نحن النهاردة بنحاول ننهي مع بعض Chapter 3 بدرس الـ Hydrolysis والـ KSP أو الـ Solubility Product. إن شاء الله بعد ما نخلصه بإذن الله من الحلقة الجاية هعمل لكم مجموعة أسئلة على الجزء ده عشان نحاول نعمل full coverage، مع إننا already even though في every يعني كل session بنعمل مجموعة أسئلة حلوة ويعني following the new system. اوكي، احنا عايزين نبدأ مع بعض الأول بالهيدروليسز. عايزين نشوف يعني ايه هيدروليسز وايه قصتها وايه قصة السولابيليتي برودكت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي عندي لما كنت بحط اسيد بلس بيز عشان يديني سولت بلس ووتر، ودي بنسميها وورد ايكويجن، كان التفاعل ده في الدايركشن ده بنسميه نيوتراليزيشن، وهكتبه ان جرين عشان انديكيتنج البي اتش 7. اوكي، نيوتراليزيشن لان الاسيد والبيز مع بعض بيدوني السولت والووتر اللي الاسيد والبيز، او السولت اللي جاي منه الاسيد والبيز. الراجع بقى، البروسيس الراجعه اسمها هيدروليسز. مبدئيا كده عايزه اقول لحضرتك ان النيوتراليزيشن ده رياكشن، يعني ده بالنسبه لنا كيميكال رياكشن، تفاعل كيميائي. لكن الهيدروليسز بالنسبه لنا هي بروسيس، physical process. تفرق. فما معنى كلمة hydrolysis؟ It is process of dissolving salt in water to produce acid and the base from which the salt has been derived. يعني ان انا ادوب السولت في الووتر عشان اطلع الاسيد والبيز اللي السولت كان جاي منهم. طيب الاول بس كده بشويش عايزين ناخد شويه اكزامبل. انا دلوقتي لو حطيت الاسيد بتاعي مثلا كربونيك اسيد H2CO3، ده اللي موجود في الفيزي درينكس، وفعلته مع ال NaOH، اوكي، فده يديني اهو، بيديني المفروض جزء السولت ال Na جايه من البيز اهي، عشان كده ده بنسميه البيزك راديكال عشان جاي من النص البيزك. خلاص، وبعدين ادي Na2CO3 اهي، CO3 دي هي اللي جايه من النص الاسيدك اهي، اهي النص الاسيدك، ودي مسمينها اسيدك راديكال، اسيدك راديكال. اوكي، طيب اللي حاصل بقى بلس، الكلام ده بيبقى بلس ايه؟ بلس H2O اللي هي الووتر، تمام، بلس ووتر، تمام. معنى كده ان السولت بتاعنا half of it come from base the other half come from acid، فده بنسميه البيزك راديكال، يعني النص البيزك، وده النص الاسيدك اللي جاي من الاسيد. طيب اذا any salt how it's half come from base and the other half come from acid، وبالذات الجزء البوزيتيف بيبقى جاي من البيز والجزء النيجاتيف جاي من الاسيد. طيب عايزه اقول حاجه بقى،
بالنسبة لنا بقى حضرتك لما بتدوب الصولت في الووتر اللي هو العملية العكسية، انت بترجع للأسيد والبيز اللي الصولت جاي منهم، عشان كده احنا بنسمي البروسيس دي نيوتراليزيشن، وبنسمي الراجع هيدروليسيس. طيب هي دي البروسيس اللي احنا هنشتغل عليها النهارده اللي هي الهيدروليسيس. طيب اولا قبل ما نتكلم في نفس البروسيس بتاع الهيدروليسيس، عايزين نتكلم في التايبس اوف سولتس، انواع السولتس. عندي السولتس عندي 3 انواع، يا اما اسيدك سولت، يا اما بيزك سولت، يا اما نيوترال سولت. وانا بحب ارسم النيوترال ان جرين عشان اقول لسيادتك ان البي اتش ب7. الاسيدك يعني البي اتش بتاعته less than 7، البيزك يعني البي اتش more than 7، النيوترال يعني البي اتش equal 7. عايزين بقى نتشك الكلام ده مع بعض. انا هعرف منين او ليه السولت ده اسيدك وليه السولت ده بيزك وليه السولت ده نيوترال؟ اولا احنا لسه قايلين ان السولت its half come from acid and the other half come from base. والله لو جاي من strong acid weak base يبقى I'm talking about an acidic salt، وبالتالي strong acid plus weak base produce acidic salt. طيب لو عندي weak acid plus strong base انا بتكلم على basic salt. لو both strong acid plus strong base، قلنا بنحب نرسم النيوترال ان جرين عشان ال pH neutral salt. طيب لو both are weak acid plus weak base هيدوني neutral salt. دي الرول، وطبعا كله في الاخر مطلع جنبه بلس ووتر، يعني هو في الاخر لازم يطلع بلس ووتر. هنا القلم ده مش باين، هغيره اهو، بلس ووتر بلس ووتر، كله لازم يطلع في النهايه بلس ووتر. خلي بالك ده اتجاه النيوتراليزيشن، والراجع هو الهيدروليسيس. يعني انا لما هدوب اسيدك سولت في ووتر هيطلع لي سترونج اسيد ويك بيز، يبقى الراجع اتجاه الهيدروليسيس اللي هو درسنا النهارده. يعني احنا ماشيين مع الهيدروليسيس النهارده، اهو الراجع هيدروليسيس، الراجع هيدروليسيس، وهنشوف مع بعض اكزامبلز لده. عشان نفهم الدرس ده كويس لازم ابقى الاول عارف، انا مش هقول حافظ لان حضرتك ما بقتش بتحفظ، بقى معاك الكتاب بتاعك your source of information، مصدر معلوماتك هو كتابك. احنا لازم نبقى عارفين مين هم ال strong acids ومين هم ال weak acids. نبتدي، بصوا بقى معايا، انا عندي ال strong acids هما 6: بيركلوريك اسيد، هيدروكلوريك اسيد، هيدروبروميك اسيد، هيدرو ايوديك اسيد،
نيتريك اسيد سلفوريك اسيد. اوكي غير كده هيبقى ويك اسيد. وبالتالي الاذرز ويك. عندك الكربونيك، عندك بقى لسه في كتابك كتاب المدرسة صف، عامل لك جدول كده حلو جايب لك فيه اللي هو عند اوستفالد لو، جايب لك كل الويك اسيدز، اسيتيك اسيد، هيدروسيانيك اسيد، سلفرس اسيد، سلفرس H2SO3 and so on ده. تمام. طيب نيجي للسترونج بيز. السترونج بيز انت عندك في بريودك تيبل جروب 1 وجروب 2 لما بيتفاعلوا مع الاو اتش بيبقوا او بيعملوا كومبينيشن مع الاو اتش بيبقوا سترونج بيزز. يعني لما اقول ال اي او اتش، ان اي او اتش، كي او اتش، روبيديوم او اتش، سيزيوم او اتش، طبعا الفرانسيوم راديو اكتيف فانا مش حاطاه في حساباتي. جروب 2 دي جروب 1. جروب 2 في البريودك تيبل عندنا بريليوم هيدروكسيد، مغنيسيوم هيدروكسيد، كالسيوم هيدروكسيد، سترونشيوم هيدروكسيد، باريوم هيدروكسيد، طبعا الراديوم ايه يعتبر راديو اكتف. غير كده الاذرز الاذرز هيبقوا ويك بيز. خد عندك بقى امونيوم هيدروكسيد، وعايزاك برضو نوت تبقى عارفها. انت عندك في الكيمستري البيزك جاس عندك الامونيا، اسيد الجازز خد عندك بقى سي او 2 اس او 2 اس او 3. دي برضو معلومه تبقى كده ايه عارفها، يعني انت تاخد سكرين شوت للسلايد اللي احنا عملناها دي، او طبعا وانت بتتفرج علينا بتنقلها. اوكي يعني انا بس عايزاك ان بي كده ناخد بالنا انه الجازز في عندي الامونيا ده بيز الجاز، والسي او 2 والاس او 2 والاس او 3 والان او 2 كل دول اسيدك جازز. خلي بالكوا بس ايه من شويه المعلومات دي مهمه قوي. طيب نرجع بقى ايه لدرسنا الهيدروليسز. انا بقى عندي عشان اتكلم على قصه الهيدروليسز هختار 4 سولتس، واحد اسيدك، واحد بيزك، واثنين نيوترال، والنيوترال منهم جاي من بوث سترونج واسيد وبيز، وواحد من النيوترال التاني او النيوترال التاني جاي من بوث ويك اسيد اند ويك بيز. اوكي يلا نبدا. انا عندي السؤال بيقول لي جيف ريزون، انا عارفه انه وارد ان ما يكونش عندنا اساي، بس برضو لا انا لازم ابقى عامله كل احتياطاتي. جيف ريزون صوديوم كربونات از ا بيزك سولت، او بين قوسين تشينج اللتمس بلو، او تشينج الميثايل اورنج يلو. دي كلها تاست عندي عشان اعرف ان ده بيز. ليه الصوديوم كربونات بيزك؟ يعني البي اتش بتاعته مور ذان 7، بس خلي بالك مور ذان 7 في الجزء بتاع الويك بيز مقابل لجمله ويك بيز يعني قرب ال 7. يعني انا اهو البي اتش سكيل ده 0 وده ال 14 وده ال 7، انا بتكلم في المنطقه دي، هو ده البيزك سولت. يعني 8 9 كبيري 10 في المنطقة دي. يلا عشان اجاوب السؤال ده في 4 نقط لازم اتكلم فيهم. ايه الـ4 نقط؟ النقطة الاولانية لازم اتكلم ان انا عندي equation of its hydrolysis. انا ما بقتش بحفظ، ما الايكويشن عندي في الكتاب اللي هي ايه؟ هو انا بعمل له هيدروليسيس فين؟ في ووتر.
يعني انا عندي الصوديوم كربونيت بيتفك لاتنين صوديوم بوزيتيف وواحده كربونيت نيجاتيف، وعندي اتنين ووتر، وانا خدت اتنين ووتر قصده عشان يبقى عندي اتنين او اتش نيجاتيف واتنين اتش بوزيتيف عشان التشارجز يبقوا قد بعض. هجيب السم بتاعي مجموع التو اكويجنز اللي هي صوديوم كربونيت بلس اتنين ووتر ايكوال. اسال نفسي بقى ال NA وال OH يعملوا كومبينيشن ويعملوا لي NA و OH؟ مش هيحصل. ليه؟ عشان ده سترونج بيز، فال NA هيفضل لوحده وال OH هتفضل لوحدها. امال مين اللي هيتجمع؟ ال H2CO3. ايش معنى؟ عشان ده ويك اسيد. هكتب الكلام ده في نمبر 2، هكتب ان ده ما اتجمعش عشان كذا وده اتجمع عشان كذا. هقول له ال NaOH strong base ionizes completely وال H2CO3 weak acid ionizes partially. يعني ايه ionizes partially؟ يعني most of it unionized، معظمه is unionized، معظمه مش مفكك. اوكي طيب، المعلومة الثالثة لازم اجيب سيرة لوشاتيلي. انا عايزاك بقى تبقى فاهم مش حافظ، هو لوشاتيلي في الايكويشنز دي ماشي على مين؟ ماشي على حتة الووتر اهي، لان هي دي اللي ريفرسبل. طب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الكونسنتريشن اوف اتش بوزيتيف ديكريز. نحط قلمنا كده، فاكرين طريقتنا؟ لما الاتش بوزيتيف بيقل الاكوليبريم بيشيفت فورورد توورد الايونيزيشن اوف ووتر، يعني الميه بتفك نفسها اكتر فتطلع اتش زياده، بس هي اوريدي كان الاو اتش طالع فبتطلع له او اتش كمان، فتفضل كميه الاو اتش اكتر من الاتش. يبقى سنس الاتش بوزيتيف كونسنتريشن ديكريز لانه اتجمع مع السي او 3، يبقى ذير فور الووتر ايونيزس مور، الميه هتتفك اكتر فورمينج مور او اتش كونسنتريشن. خلاص يبقى ذيرفور اخر نقطه هنوصل لها ان الكونسنتريشن اوف او اتش هيبقى مور ذان الاتش، يعني السولوشن بيزك، يعني البي اتش هتبقى مور ذان 7. خلاص خلي بالك لما الاو اتش تزيد البي اتش تزيد، علاقة البي اتش بالاو اتش دايركت ريليشن عشان النيجاتيف لوج. تمام، انا كتبت اجابتي على فور سنتنسز انا فاهماهم. انت بتقول كلام فاهمه مش بتقول كلام حفظه وبس. اوكي تعال نشوف السولت التاني، بيقول لي جيف ريزون اهي. مثلا ايه؟ صوديوم اسيتات، او لا خلينا امونيوم كلورايد. امونيوم كلورايد is an acidic salt. هو يعني ايه acidic salt؟ يعني change اللتمس red، يعني change الميثايل اورنج ريد، يعني البي اتش less than 7. بس فاني حته في less than 7 قريب من 7، بيعتبر زي ويك اسيد اهو في المنطقه دي، يعني بنتكلم في 6 5 4 كانه ويك اسيد، كانه اوكي از. تعال بقى نشوف إجابتنا. قلنا إجابتنا لازم تشمل إيه؟ أربع نقط. النقطة الأولانية equation number one، هكتب الأمونيوم كلورايد ionization لأمونيوم positive وكلورايد negative. الووتر هحتاج واحدة بس عشان تنيوترالايز التشارج الواحدة بقى، هكتب هنا الـ OH negative تحت الـ positive plus H positive تحت الـ negative. نعمل السميشن، نجمع تبقى NH4Cl بلس الووتر علامة ايكوال.
اسال نفسي دول يتجمعوا ليه؟ عشان ويك بيز، هكتب الكلام ده في نمبر 2. طب دول يتجمعوا؟ لا. ليه؟ عشان سترونج اسيد، هكتب الكلام ده في نمبر 2. هاجي في نمبر 2 اقول له ان ال NH4OH is weak base ionizes partially. يعني ايه ionizes partially؟ يعني most of it is unionized، معظمه مش مفكك، عشان كده اتجمع. while HCl is a strong acid ionizes completely، يتفكك تماما. طيب نيجي بقى للجملة الثالثة. ايه الجملة الثالثة بتاعتي؟ according to لو شاتيلي، according to لو شاتيلي بيحصل ايه؟ according to لو شاتيلي نمسك قلمنا، لو شاتيلي متطبق على اي حتة دي حصل ايه؟ الاو اتش ديكريز فشيفت فورورد، يبقى نفس الكلام. since the concentration of OH decrease ionization of water increase، تفكيك المية زاد وطلعت H بس كمان طلعت OH، يعني طلعت OH وكمان طلعت H، فهي كان اوريدي عندها H فبقى ال H زيادة، يبقى therefore the concentration of H positive increase. تكون النتيجة الجملة الرابعة بتاعتنا ان ال concentration of H اكتر من ال OH يبقى ال solution acidic وال pH less than 7. اهي هم 4 جمل في النيوترال بقى. لا ما بحتاجش اكتب ال4 جمل، هتعرف ليه؟ انا عايزاك تبقى فاهم مش حافظ، الحفظ مش هيوصلنا لحاجة، بالعكس احنا لو فهمنا الامور هتبقى ادق واسهل. بص بقى كده معايا، هنتكلم على نيوترال يلا، وهقول لك على سؤال انا بدات بيه الشابتر ده وكنت عامله زي اللي بيحط ايده في عش الدبابير لاني ما عنديش يعني حل تاني، اقول المعلومه غلط في الاول وارجع في اخر الحلقات اغيرها، فانا مضطره اقول من الاول الصح بتاعها. هاجي دلوقتي افهمك ليه انا قلتها كده اهو. give reason NaCl is a neutral salt. يلا نبتدي. يعني ايه نيوترال سولت؟ يعني البي اتش ب 7، يعني دونت افكت الليتمس الفايلوت ليتمس اور الاورنج او الميثايل اورنج، الميثايل اورنج ولا بيأثر على ده ولا ده. تعال نشوف ليه. يلا قلنا طريقة الإجابة، نمرة 1 equation، يلا هنكتب الايكويشن اللي هي ايه؟ NaCl هيتفك ال Na positive و Cl negative، ال water هتتفك ل OH negative و H positive، نجيب ال summation NaCl plus water equal Na positive و OH negative و H positive و Cl negative، كل واحد فضل لوحده. هي دي بقى عيش الدبابير اللي بقولك عليها. حضرتك لما خدنا تفاعل اسيد مع بيز، انا يعني هسكيب السلايد دي وارجع لها دقيقه. لما خدنا تفاعل ال NaOH مع ال HCl في اول الشابتر وكنا بنسالك التفاعل ده كومبليت ولا ريفرسبل، تعالوا نشوف. انا كان عندي NaOH aqueous plus HCl aqueous اداني NaCl aqueous plus water liquid. بناء على المعلومات اللي حضرتك عارفها من الاول كان قرارك ان ده reversible، عشان one of the product don't escape from the medium neither one of the product escape، مفيش ولا product escape، كله ده aqueous وده liquid وده فضل وده فضل، يبقى ده كان قرارك ان ده reversible reaction. اسفه ده not reversible reaction، ده complete يا ميس، ده مفيش جاز طلع،
ده مفيش بريسيبيتيت اتكون، ده كومبليت. ليه؟ اقول لك انا السبب بقى اللي هو دلوقتي السبب اهو. حضرتك ال NA وال OH وال H وال CL فري ايونز في السولوشن، هل دول هيتجمعوا عشان يكونوا لي ال NA وال CL والميه؟ هي الميه تتجمع، لكن هل ال NA وال CL يتجمعوا؟ لا، بس الميه مش هتتجمع هنا عشان خاطر هي اوريدي متجمعه في الايكويشن الثانيه. فبما ان دول مش هيتجمعوا يبقى التفاعل ده مش هيرجع لوضعه الاصلي، فالتفاعل ده كومبليت، يعني ده مش ريفرسيبل، علما بان انا عندي اكويس وليكويد. ما تخدعكش المظاهر، اتاكد. تفاعل نيوتراليزيشن يبقى استنى شويه قبل ما ادي قراري. سترونج اسيد وسترونج بيز، لا ده كومبليت، انا اسف، ده كومبليت مش ريفرسيبل. فهمنا ليه كومبليت مش ريفرسيبل؟ ما فيش ولا واحد في البرودكت او في الرياكتنس البرودكت يرجع يتفك تاني للرياكتنس، وحتى لو اتفك او رجع للرياكتنس مش هيرجعوا بصورتهم الاساسيه. يعني هنا ال NaCl doesn't form its base and the acid it comes from، ما بيكونليش البيز والاسيد اللي هو جاي منهم، يبقى التفاعل ده ريفرسيبل ازاي؟ فهمنا؟ خد بالك من الحته دي. طيب ده كان نمبر 1. نمبر 2 هنكتب الكلام ده، since ان ال NaOH is a strong base ionizes completely. و ال HCl is a strong acid ionizes completely. تمام؟ يبقى دول هيفضلوا free ions كده. الجملة الثالثة، في لوشاتيليه هنا؟ لا. ما هو يا جماعة لوشاتيليه هيعمل ايه؟ الدنيا مفككة زي ما انت، لوشاتيليه ماله بالنيوترال. وبالتالي سنس ان الكونسنتريشن اوف اتش ايكوال الاو اتش، ذيرفور السولوشن از نيوترال. اتفهمت؟ تمام؟ طيب فاضل ده نيوترال جاي من اتنين سترونج، فاضل لنا لو نيوترال جاي من اتنين ويك، ده اللي فاضل لنا. تعالوا نشوفه كده مع بعض. يلا، انا عندي امونيوم اسيتات، نجيب ريزون امونيوم اسيتات، وخلي بالك ده اورجانيك سولت. في الاورجانيك سولت النيجاتيف بيتكتب الاول وبعدين البوزيتيف، كان في الان اورجانيك العكس، البوزيتيف الاول وبعدين النيجاتيف. is a neutral salt. قلنا يعني ال pH equal 7. no effect على الميثايل اورنج ولا على اللتمس. يلا هقول له because، اول اجابه الايكويجنز، همسك الامونيوم اسيتات افكه لاسيتات ايون وامونيوم ايون اهو. الووتر هتتفك H positive و OH negative، نجيب السمشن، تبقى الأمونيوم أسيتات في الووتر هتديني ده يتجمع عشان ويك أسيد، وأنا مش هحفظ، أنا عندي تيبل بالويك أسيد وده ويك بيز فيتجمع برضو. مش هقول بقى لوشاتيليه، هقول أنا ليه ده جمعت ده وليه جمعت ده. since الأسيتات أسيتيك أسيد is a weak acid يبقى therefore ionizes partially. يعني ايه ionizes partially؟ يعني most of it is unionized، معظمه مش مفكك. and ammonium hydroxide is a weak base يبقى therefore most of it is unionized. نيجي بقى، دي كانت نمبر، ده كانت الاجابه 1 ودي 2 اللي هي الاجابه دي. نمبر 3 كده بقى تركيز ال H وال OH قد بعض، هكتب الكلام ده. since ان ال concentration of H positive equal ال OH negative يبقى solution
is neutral. تمام، وصلت يا شباب؟ وصلت الفكرة بتاعتنا؟ ده كده الهيدروليسيز الموضوع بتاعه كله خلص. انا بقى كده مش فاضل لي غير الكي اس بي. الحقيقة كي اس بي قبل ما ابتديه هعمل لك مراجعة بسيطة عن الكيهات اللي عدت علينا في الشابتر ده. احنا عدى علينا ايه في الشابتر ده؟ عدى علينا كي سي، ودي كانت بتساوي الكونسنتريشن اوف برودكت على الكونسنتريشن اوف رياكتنتس. يا ريت زمايلي بس في كنترول روم يقولوا لي فاضل لي وقت قد ايه، محتاجه الموضوع ده مهم. طبعا ده كل واحد بالباور بتاعه، ده ريز تو ذا باور النمبر اوف مولز ان ا بالانسد كيميكال ايكويشن. ونفس الكلام هنا، الكي بي البريشر بتاع البرودكتس على البارشال بريشر بتاع الرياكتانس. عندي الكي اي بتساوي الفا سكوير سي اي، ده كان ليها قانون كده. وفي نفس الوقت عندي الكي اي بتساوي الهيدرونيوم ايون باور 2 اوفر سي اي. عندي الكي بي الفا سكوير سي بي، والكي بي بتساوي الاو اتش نيجاتيف ايون كونسنتريشن باور 2 على السي بي. عندي الكي دبليو بتساوي الهيدروجين ايون كونسنتريشن في الاو اتش كونسنتريشن ب 10 باور نيجاتيف 40. دي كانت الكيهات اللي عند حضرتك في الشابتر دي، كده ورقة قوانين. الجديد بقى حاجة اسمها السولابيليتي برودكت، نركز بقى مع بعض كده فيها عشان في شوية معلومات مهمة محتاجين نقولها. اوكي طيب، انا عندي السولابيليتي برودكت. اوكي عايزاك بقى تركز معايا كده عشان في شوية معلومات محتاجين نبقى عارفينها. اوكي solubility product رمزها كي اس بي، جاي من solubility product. مبدئيا كده هي بتتكلم دي فور sparingly soluble compounds، يعني بالبلدي كده اللي ما بيدوبوش زي البريسيبيتيت. example ال AgCl دول من شابتر 2، الباريوم سلفيت وايت بريسيبيتيت، الجي الاي جي بي ار، الاي جي اي، كل دي كيميكالز كنت بتكتب جنبها كده وبتقول ان هم سبارنجلي صلبل ان ووتر، يعني لو بيدوب بيدوب منهم تريسز. قبل ما ابتدي اشرح السولابيليتي برودكت وبتتحسب ازاي، في شويه كلمات هستخدمها في شرح زي ساتيوريتد سولوشن. هو يعني ايه ساتيوريتد سولوشن؟ هو انا لو حطيت الاي جي سي ال دي في ميه وهي سوليد، هتتفك منها كميه صغيره الاي جي بوزيتيف وسي ال نيجاتيف. تمام، فساتيوريتد سولوشن هو سولوشن ذات اكزيست ان اكويليبريم، او يعني its undissolved parts exist in equilibrium with the dissolved ions. ده ال undissolved substance، دي الجزء اللي ما دابش، ودي ال dissolved substance. فانا لو عندي equilibrium between ال undissolved وال dissolved يبقى ده اسمه saturated solution. يبقى what is the saturated solution? Solution that its undissolved part is in equilibrium with its dissolved part. الجزء اللي دايب اللي ما دابش عامل equilibrium مع اللي دايب، علما بأن اللي هيدوب هنا كمية قليلة جدا، حتى الكي سي بتاعتها لو تفتكروا كانت مش عارفة تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 10، رقم تعبان كده. تمام، ده تعريف مين؟ الساتيوريتد سولوشن. طب عندي ديفينيشن تاني، عايزك تبقى عارفه.
ديفينيشن بيتكلم على حاجه اسمها الديجري اوف سولابيليتي، وهديك سر المهنه في القصه دي. تركز بقى معايا عشان حضرتك تفهم معانا الحته دي كويس قوي. اوكي، انا عندي حاجه اسمها ديجري اوف سولابيليتي. يعني ايه الديجري اوف سولابيليتي؟ مش انا كنت لسه بتكلم على ساتوريتد سولوشن؟ الكونسنتريشن اوف ذا ساتوريتد سولوشن اوف اسبارنجلي سولابل سولت ات ا سيرتن تمبريتشر، هو ده الديجري اوف سولابيليتي. تبقى هي الكونسنتريشن اوف اسبارنجلي سولابل كومباوند ان اتس السولوشن ات سيرتن تمبريتشر. عارفه ان في طالب هيقول لي مستشفى ده سوليد، والسوليد حضرتك قلتي الكونسنتريشن بتاعه ما بيظهرش في الكي سي. حصل حصل، عشان هو انسيجنفيكانت في الكي سي. اهو انا بقى الكونسنتريشن بتاعه ده اللي هو بتاع الجزء اللي دايب منه، ده اللي انا بسميه الديجري اوف سولابيليتي، وده غالبا بيتحسب بالجرام او المل، الجرام بير 100 مللي جرام اوف ووتر، غالبا دي وحده قياسه، بشوف قد ايه داب منه في 100 مللي جرام اوف ووتر. يبقى it is concentration of saturated solution of sparingly soluble compound at certain temperature. طيب معلومه تبقى خدتها في اولى ثانوي بس انت مش فاكرها، ان احنا لو هو بيقول at certain temperature بثبت درجه الحراره، انت لو خدت ريليشن ما بين الديجري اوف سولابيليتي والتمبريتشر اي كيميكال في الكيمستري هتلاقي الجراف بتاعه كده او كده او كده، كله بيزيد ما عدا كيميكال واحد في الكيمستري كلها عكس الدنيا دي كلها اهو الوحيد. يبقى قاعدة بتقول انه as temperature، الحته دي هتنفعك في الاسئله وفي الاجابات، as temperature increase degree of solubility increase. المعلومه دي تمام خلاص، except كيميكال واحد في الكيمياء كلها كلنا عارفينه، السيريوم سلفيت، السيريوم اس اي 2 اس او 4 او 3، سيريوم سلفيت ده الوحيد اللي عكس كل الكيميكالز اللي في الكيمياء، السولابيليتي بتاعته بتقل مع زياده درجه الحراره، ده الوحيد اللي مختلف عن اخواته. تمام، هو ده الوحيد اللي عامل لنا مشكله. طيب انا كده غطيت وفيت الجزء بتاع الديجري اوف سولابيليتي، مش فاضل لي غير نحسب الكي اس بي ازاي وايه قوانين الحساب واعمل ايه وافكار الاسئله. تمام، يلا، الكي اس بي هو عباره عن سولابيليتي برودكت، برودكت اوف مالتيبليكيشن اوف كونسنتريشن اوف ايونز. يعني لو انا عندي كومباوند اكس 2 واي 3، معلوماتي عنه انه سبارنجلي سولابل ان ووتر، تبقى ده معناه ان الفالنسي بتاعت الاكس 3 بوزيتيف والواي 2 نيجاتيف، يبقى it is the product of multiplication of concentration of ions of a sparingly soluble compound. يعني الاكس 3 بوزيتيف والواي 2 نيجاتيف، each raised to the power number of ions that exist in equilibrium with its saturated solution. يعني ايه؟ هو انا عندي الاكس 2 واي 3 sparingly soluble ده لما يجي يتفك هيتفك ال 2 اكس 3 بوزيتيف و 3 واي 2 نيجاتيف اكويس واكويس، يبقى اكس 3 بوزيتيف باور 2 y2 negative power 3 يبقى equal to product of multiplication of concentration of ions of a sparingly soluble compound each raised to the power number of ions that exist in equilibrium
with its saturated solution. طيب ده القانون بتاعي اللي هحسب بيه. هتاخد بقى قانون كده حضرتك مش موجود في كتابك، انت هتروح حاطه في كتابك. بيقول ايه القانون ده؟ ان الديجري اوف سولابيليتي بتاعة السبارنجلي سولابل كومباوند بتساوي الكونسنتريشن بتاع الايون divided the number of moles of this ion. ناخد مثال، المثال اللي احنا كاتبينه فوق مثلا ده الديجري اوف سولابيليتي اوف اكس 2 واي 3 ايكوال الكونسنتريشن بتاع الاكس ديفايدد تو او الكونسنتريشن بتاع الواي ديفايدد 3. ادي عدد المولز اهم. ده قانون قصاد حضرتك، القانون ده مش في كتابك، خده سكرين شوت وانقله عندك في كتابك، القانون ده مهم هحل بيه مسائل. اتفقنا؟ المعلومة الأخيرة اللي عايزة حضرتك تبقى عارفها إن as ال KSP decrease ال degree of solubility هي كمان decrease، يعني كل ما كانت الكي اس بي صغيرة خلاص، كل ما كانت الكي اس بي صغيرة يبقى ده معناه ان الديجري اوف سولابيليتي هتقل، يبقى therefore precipitate faster يترسب اسرع. خدوا المعلومات دي انا بديكوا النهاردة ذهب، ده مش في كتابك ولا المعلومة دي، دي استنتاج، فالاستنتاجات دي هتساعد حضرتك في افكار الاسئلة القيمة اللي بتشوفها. عمالين ندي في اسئله في حاجه افكار، لا هي مش في الكتاب، انا بدي حضرتك افكار انت محتاج لها سواء كان القانون او الريليشن دي. يبقى الكي اس بي لما تقل تبقى الديجري اوف سولابيليتي بتقل، يعني هو مش بيدوب قوي، يبقى البريسيبيتيت فاستر بيتكون اسرع البريسيبيتيت. طب تعال نشوف سؤال على الحته دي عشان نعمل عليها ستريس عشان نقيس الليفل اوف اندرستاندينج بتاع حضرتك. يلا example، انا عندي اهو example بيقول لي ان ال KSP لل FE OH all 3 2.6 times 10 power negative 39 وال KSP لل FE OH 2 equal 4.9 times 10 power negative 7. ركز شوية، المفروض ان ده الـ smaller value وده الـ bigger عشان الـ power الـ هنا ده smaller وده bigger، يبقى انا كده ده الصغير وده الكبير، ده الصغير وده الكبير، يبقى بناء عليه مين اللي هيعمل هنا دي يبقى الديجري اوف سولابيليتي ده هنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على الكي اس بي بتاعه، يبقى هقول له كده ان ده هاز لور كي اس بي يبقى ذيرفور هاز او بريسيبيتيت فيرست يعني فاستر، اول واحد هيترسب هو ده. فهمنا؟ اهو تبقى حضرتك شايفه اهو ده، فهمنا القصة دي. طيب السؤال التاني بيقول لي ده example 1 ده example 2، بيقول لي انا عندي CuS وعندي بزمس سلفايد وعندي AgBr، تمام؟ ال KSP بتاعتهم كالتالي 6 times 10 power negative 37 2 times 10 power negative 78 5.4 times 10 power negative 13، تمام؟ هو بيقول لي arrange them according to their
سولابيليتي. نرجع للورقة اللي احنا قلناها، الكي اس بي الصغيرة تبقى السولابيليتي صغيرة، تمام؟ الكي اس بي الصغيرة تبقى السولابيليتي هي اللي صغيرة. يبقى انا عندي ده مين اصغر سولابيليتي؟ هي دي، دي اصغر كي اس بي واصغر سولابيليتي، يبقى دي اللي في الاخر اهو. السولابيليتي بتاعتها دول الرينج اكوردنج تو سولابيليتي، حسب درجة الذوبان، degree of solubility، degree of solubility، عشان في حاجة اسمها solubility في الكيمياء. ال degree of solubility ده أصغر واحد فيهم، وبعدين مين وراه؟ الترتيب هيبقى ال CUS، وبعدين آخر حاجة عندي ال AG BR. ما تنسوش الأرقام أهي، هي دي اللي بنبص لها، دي أصغر value، وراها دي، وراها دي اكبر فاليو. اكبر واحد هو اكبر ديجري اوف سولابيليتي، الرول احنا قايلينها. يعني انا حابه حضرتك تاخد سكرين شوت لدي، دي اخر حاجه عايزه انهي بيها، بص لها كويس، الورقه دي اهم ورقه في الحلقه. ان شاء الله المره الجايه هنكمل حلنا على شابتر 3 كله. مجهزه لحضرتك اسئله من الانترنت ان شاء الله. لو عندكم اي اسئله هستناكم تتواصلوا معايا. ثانك يو، I'll wait for you for the next session. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.